الآن ينضم إلينا من طول كرم خالد بدير مراسل الغد. مرحبا خالد، أطلعنا على المستجدات في جنين. يعني إلى الجنوب من مدينة جنين حتى هذه اللحظة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة سيلة الظهر. اشتباكات مسلحة عنيفة تدور في هذه الأثناء ومستمرة منذ حوالي نصف ساعة، تستهدف طبعا آليات الاحتلال الإسرائيلي. تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بإحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية، وجزء من الآليات تقدم باتجاه بلدة عطارة. هنالك حملة مداهمات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء في منازل البلدة، من أبرزها كانت هنالك مداهمة لمنزل الأسير الشهيد سامي أبو دياك، وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بتمزيق صور الأسير الشهيد سامي أبو دياك الموجودة داخل المنزل وعلى جدران المنزل في استمرار لعملية المداهمة. في مدينة نابلس الأمور مشابهة، عمليات مداهمة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من موقع، تحديدا في منطقة المخفية، وهنالك أنباء عن محاصرة منزل وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وإطلاق رصاص يستهدف آليات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن عملية مداهمة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في منطقة المساكن على وجه التحديد في محيط مخيم عسكر. هنالك أصوات لخلع أبواب ومداهمات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. طبعا المشهد الميداني مستمر في التوتر، سيما في ظل اندلاع هذه الاشتباكات في أكثر من محور. هنالك عمليات أيضا اعتداء نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قريوت إلى الجنوب من مدينة نابلس، طالت الاعتداء على أحد الشبان الفلسطينيين وضربه والتنكيل به، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات المشهد الميداني بعملية اقتحام مستمرة في هذه اللحظات في منطقة في مدينة البيرة ورام الله في هذه الأثناء. إذا هنالك اقتحام في هذه الأثناء من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله والبيرة بعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في هذه الأثناء، وتتمركز هذه القوات في منطقة شارع الإرسال بالمدينة. يتزامن أيضا ذلك بعمليات اقتحام ومداهمة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة طبعا يطا، وكذلك أيضا دورة في منطقة الخليل، وكذلك عملية اقتحام إلى منطقة عناتا إلى شرقي مدينة القدس، بمعنى أن حملات المداهمة والاعتقال لازالت مستمرة في هذه الأثناء في عدة مناطق من شمال الضفة إلى جنوبها. وفقا لهذه الأسئلة الفلسطينية نتحدث عن 2300 حالة اعتقال بشكل رسمي، ومنذ الليلة الماضية كذلك 90 حالة اعتقال، أي أننا نقترب من حاجز 2500 حالة اعتقال في اليوم 36 على التوالي للحرب الإسرائيلية منذ 7 من أكتوبر، في استهداف عدد من مناطق الضفة الغربية سواء كان بعمليات المداهمة والاعتقال. وطبعا التوتر لا زال قائما، سيما وأن عمليات الاقتحام هذه تتصاعد في مشهدها الميداني. خالد، خالد إن كنت تسمعني. طيب، على ما يبدو أن هنالك مشكلة في التواصل مع خالد بدير مراسل الغد. على العموم شكرا جزيلا لك، مراسلنا كنت معنا من طول كرم.